مناهج اللبنانيين والتيار الوطني الحر أننا سنتعاطى مع العهد الجديد كما عودناكم في الماضي. سنحاسب على الخطأ وسندعم كل خطوة تقع في اتجاه تحقيق المشروع اللبناني. ولا يظنن أحد أننا سنهجأ في تأييد أي موقف يذهب باتجاه إعادة ترميم الديمقراطية والحرية وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني ومكافحة الفساد ويضمن حياد لبنان وحمايته من المغامرات.